أبنائي شفاعة القديس نكتاريوس اللي اليوم كنيستنا المقدسة بتحتفل بعيده هي تكون معكم أبنائي ومع الكنيسة والوطن وبشفاعته ربنا يرحمنا ويخلص نفوسنا. استمعنا اليوم للنص الإنجيلي وشفنا أعجوبتين. الأعجوبة الأولى مع ابنة رئيس المجمع يائيروس اللي أقامها السيد من الموت، والأعجوبة الثانية المرأة النازفة الدم اللي شفيت بلمس هذا ثوب يسوع من الخلف. أبنائي اليوم منشوف في الإنجيل رئيس المجمع، يعني إنسان له سلطة، سلطة سياسية، سلطة مدنية، وهي السلطة أعطته نفوذ بداخل المجتمع، ولكن الموت طرق بابه. إنجيل اليوم بيجي حتى يحكي لكل واحد فينا إنه انتبهوا، ما تفكروا إنكم هون على الأرض دايمين، ولكن أنتوا في أي وقت مدعوين إنكم تغادروا هاي الحياة. ولكن إنجيل اليوم كمان بعطينا تعزية كبيرة وبحكي لنا، وهو البشير لوقا بحكي، رجعت روحها، يعني الجسد مات ولكن الروح هي عايشة تنتقل. فبالتالي نحن مدعوين إن نعيش هاي الحياة مع المسيح حتى لما يجي لحظة ويوم انتقالنا من هاي الحياة للحياة الأبدية ننتقل بسلام ونكسب ملكوت السماوات والحياة الأبدية. هاي هي حكمة الإنسان المسيحي الروحاني، إنه بيعيش حياته مش حتى يكنز كنوز هون على الأرض، ولكن بيعيش حياته كيف بده يتحضر هون حتى يرث الملكوت السماوي. ما بتهمه هاي الحياة الوقتية اللي هي كاليوم العابر، ولكن بتهمه الحياة الأبدية اللي بده يعيشها بعد انتقاله من هون. إنجيل اليوم بحكي لنا روحها رجعت للجسد، والسيد ما أجمل هذا المشهد، السيد مسكها من إيدها وحكى لها يا صبية قومي. قديش جميل هذا المشهد على حنان يسوعنا الحلو اللي هو بقرب كل واحد فينا. هاي الصورة، هاي الإيكونة بتذكرنا بإيكونة القيامة في كنيستنا الأرثوذكسية اللي هي نزول المسيح للجحيم، اللي فيه بيمسك بإيديه المقدستين الطاهرتين اللي مثقوبتين بالمسامير بعلامات المحبة لإلنا، بيمسك آدم من هون وحواء من غاد وبقيمهم من الجحيم حتى يعطيهم الحياة الأبدية، حتى يذوقوا القيامة. اليوم بيمسكها من إيدها وبيحكي لها يا بني قومي، وروحها رجعت إلها وقامت وأعطاها لوالديها وحكى لهم أعطوها تأكل. المسيح هون بيحكي لنا اتركوا الأمر الإلهي إلي، انتوا اعملوا الإشي البشري. أقامها من بين الأموات،
اللي أقامها من بين الأموات ما كان بقدر إنه تقوم وهي شبعانة، ولكن ترك هذا الإشي إلنا، حكى لأبواها أعطوها تأكل لأنها محتاجة للطعام. هون أبنائي مهم كتير إنه ندرك قديش مسؤوليتنا الاجتماعية نحن كإخوة في المسيح مع بعضنا البعض. العالم ومجتمعنا بمر بظروف صعبة بأبعاد عديدة بميادين عديدة، ورح نروح لسه لأصعب. هذا الإشي ما بيخوفنا، ولكن منشوف إنه في عنا وضع اقتصادي صعب، في عنا ازدياد بالبطالة، في عنا معاناة للإنسان، وبتأخذ هاي المعاناة أشكال عديدة. وهون دورنا كيف منا نوقف كلنا جنب بعضنا البعض، وكيف منا نبلش أول إشي من داخل بيوتنا. في عادات كتير سيئة لازم نتركها. بفكر هاي الأيام وهاي السنوات اللي مرقت واللي راح تمر أكتر هي دروس من السماء إلنا، وطوبى للإنسان اللي بلقط هاي الدروس وبيغير حياته، بيغير الأنماط السيئة في حياته. في أشياء كتيرة لازم نراجعها. واحدة من الأمور، نحن تعودنا إنه نكون مستهلكين. هذا النمط لازم نغيره. لازم نعمل أمور إنه نكون فيها نحن في عنا اكتفاء ذاتي. بطلنا نخبز، بطلنا نزرع، بطلنا نهتم بأبسط الأمور. كل إشي تعودنا إنه نأخده جاهز. شوي لازم نرجع ونقيم مسارنا بهذا الجانب. جانب آخر، بشوف قديش أكل بنكب البيوت، بشوف قديش بداخل البيوت ما في تدبير من قبل الأمهات الزوجات. مرات بشوف ثلاجات فيها أكل خربان، فيها خضرة خربانة. وين مسؤولية المدبرة اللي هي الأم أمام كل هاي الأمور؟ مسؤولية الأب والأولاد والزوجة في نفس الوقت هي كمان إنه الأكل في بيوتنا ما ينكب. رح يجي يوم اللي مش رح نقدر نلاقي فيه طعام. انتبهوا أبنائي، انتبهوا. عودونا إنه يكون كل إشي جاهز حتى يجي اليوم ويقطعوه كل إشي عنا. انتبهوا وبلشوا هذا الإشي من اليوم في بيوتكم. ما تخلوا أي إشي ينكب من الأكل. كل واحد يعمل الإشي على حسب استطاعته، وأي إشي يدبره صح. كيف منفتح الحنفية في البيت؟ كيف منضوي الضوء؟ كيف منطفيه؟ كل إشي لازم نقننه. نستهلك الأمور بطريقة سليمة صحيحة. هذا مش بخل ولكن تدبير. وفي الكنيسة في فرق ما بين البخل والتدبير. البخل هو رذيلة، أما التدبير هي من أهم الفضائل الروحية. لازم نكون مدبرين، ولازم نتعلم إنه نكتفي، نفرح ببركة القليل. عودونا إنه منا الكثير ودائما الأكثر، وهذا زرعناه بكل أسف في أولادنا. وكأنه منعبر عن محبتنا لإلهم كل ما اشتررناهم أشياء أكثر، يعني استهلاك. في الفعل نحن من دورهم. هاي مش محبة. لازم نقيم مفهوم محبتنا لأولادنا وللقريب. المحبة لازم تمر من خلال روحانية. إذا الإشي كان بدون روحانية وبدون الاهتمام في روح أولادنا، كيف منا نصنع قديسين؟ ننتبه أو أبنائي. وكثير من الأمور، منها مثلاً الزواج، إشي حقيقة مؤسف. بشوف الأهل قديش بتطلبوا للزواج
حرام هذا الإشي. وأخيراً ما أتت الساعة إنه نوقفه؟ لإمتى رح نضلنا بسذاجتنا هاي؟ رسائل السماء واضحة لإلنا، انتبهوا قبل ما يقع العقاب، العقاب آتي. السماء بتحكي لنا اصحوا، استيقظ أيها النائم. ما بتقدر تطلب لبنتك أشياء مبالغ فيها، ما بتقدر تطلب لسهرة ويتهاوش العائلتين عشان سهرة خطبة. وين نحن؟ عائلتين الكبار بتهاوشوا عشان مين المدعو من هاي العيلة ومين المش مدعو من هاي العيلة؟ والخطاب والصلاة والروحانية وين راحوا؟ هل الخطبة والإكليل هي الريسبشن والدعوات والمعازيم وسيارة العرس والورود وهي كل الأمور؟ شوفوا نتائجها، شوفوا نتائج اللي زرعتوه وزرعناه طول هاي السنين. تعالوا اقرأوا ملفات محاكمنا الكنائسية وشوفوا شيء مخزي، شيء مخزي. القضايا تزداد بشكل رهيب. قبل سنتين كانت ثلث القضايا موجودة، في عنا تزايد ثلثين خلال سنتين. لإمتى رح نصحى؟ أولادنا شو بصير فيهم داخل البيت وهم يتفرجوا لحلبة المصارع اللي نحن عملناها وبنتصارع فيها حول أمور دنيوية ما إلها قيمة؟ أولادنا أذكياء، اكتشفونا واكتشفوا إنه نحن منضحك عليهم، عشان هيك عمالهم بتمردوا علينا بطريقتهم وكأنهم بدهم يحكونا اصحوا بتحكونا كلام انتو ما بتطبقوه، توعظونا بوعظ انتو ما بتفعلوه، بكفوا انتو كذابين، انتو منافقين. أولادنا بحكولنا، أنا بسمع أصواتهم بيحاولوا يعبروا عن هذا الصوت بطرق عديدة، من خلال تمرد أو من خلال عدم طاعة أو إلى آخره من الأمور، ولكن هم بذكائهم أدركوا إنه نحن أخطأنا في تربيتهم وما أعطيناهم المسيح، ما أعطيناهم أبدية، أعطيناهم عفن وكولونيا ريحة منظر بدون جوهر. لا أبنائي، مش هاي الكنيسة ولا هاي تعاليم يسوعنا الحلو اللي مات من أجلنا. فالأيام صعبة ورح تصير أصعب وأنا بحكي لكم، ولكن نحن ما منخاف من صعوبة الأيام الآتية. ليش؟ لأنه المسيح معنا. فمعناته انتباهنا وين لازم يكون؟ إنه نخلي المسيح موجود معنا حتى البركة تكون معنا. بشوف قديش القلق والخوف عماله بيزداد حتى عند أولادنا. بسمع أولاد بيحكوا لي أبونا خايف على البابا، على الماما، على جده، على جدته، على التيتا، خايف على الكل، بيعيشوا بخوف. ما سلحناهم بسلام وفرح المسيح. عشان هيك الأمراض النفسية رح تزداد، رح تزداد بشكل مذهل. عشان هيك أبنائي انتبهوا، اعتنوا أكثر بالسلام الروحية لأولادكم، استنجدوا بالآباء الروحيين. فيما بين الكهنة في آباء روحيين جيدين، انتوا أذكياء، اختروهم، ميزوهم، واطلبوا المساعدة من آبائكم الروحيين بداخل سر التوبة والاعتراف. إنجيل اليوم وهو السيد يحكي أعطوها توكل، بيحكي لكل واحد فينا في هاي المرحلة إنه نقف جنب أخونا الإنسان ويكون في تكاثف اجتماعي، تعاضد اجتماعي. بشوف كثيرين مش مهتمين بالفقير والمحتاج،
وبتنعمل أشياء شكلية. نحن لازم ندخل أكثر بالجوهر، والجوهر هو كيف منا نعطي المسيح، وكيف منا نعيش حياة توبة، وكيف منا نساعد القريب بكل أنواع المساعدة بما فيها الروحية والمعيشية والمادية وإلى آخره. ولكن قبل بأختم كلمتي لازم تكتمل الصورة حول الرقاد. نحن نؤمن بقيامة عامة للأموات، عشان هيك حكى الروح رجعت للجسد. الجسد بيروح حتى يتحلل للتراب، ولكنه والروح تذهب لحياة لحد ما يجي يوم القيامة العامة. يوم القيامة العامة رح نلبس أجسادنا نفسها، هاي الأجساد اللي نحن لابسينها رح نقوم فيها. وعشان هيك نحن منحكي بدستور الإيمان، نؤمن بقيامة الموت والحياة الأبدية. فبالتالي في عنا قيامة للأجساد، وهون مسؤوليتنا تجاه أجسادنا، تجاه حواسنا اللي عمالها بتتضرر كتير في هذا الزمن المادي والشهواني. أصبح جسد الإنسان سلعة، وكل ما هاي السلعة عمالها بترخص أكثر وأكثر في داخل عالم شهواني اللي بده كل الحواس تكون متدغدغة بالشهوة. ننتبه، الجسد هو هيكل الروح القدس، وعشان هيك نحن في المعمودية الكاهن بترجاكم اقروا لو مرة بالشهر سر المعمودية، سر الزواج. انتم المتزوجين راجعوا شو الصلوات اللي صارت في الكنيسة لما تزوجتوا ولما عمدتوا أولادكم. ما بتهتموا بهذا الشيء، لأنه بنهتم دائما في المظهر الخارجي. في أولاد صار عمرهم سنة ولسه مش متعمدين، بيستنوا العم اللي بده يجي من برا حتى نعمل العزومة ونأكل مع بعض. منحرم ابننا من المسيح. شوفوا هيك رسائل منعطيها لأولادنا. نحن مجرمين، نحن مجرمين في قانون السماء. شوفوا شو منعطي أولادنا، من نمنعهم إنهم يأكلوا. تتخيل أم بتمنع عن ابنها أكل لثلاث أيام، مش بتيجي الدولة وبتخدها وبتسجنها، يا بتحولها لطبيب نفسي إنها مريضة بدها تقتل ابنها. طب كيف نحن منمنع عنه المسيح، منمنع عنه الغذاء الروحي، عشان منا نعمل عزومة ويجي العم أو العمة من برا؟ من موت ابننا منحرمه من المسيح عشان هيك أمر؟ نحن مجرمين، نحن مجرمين بحق السماء. عشان هيك أبنائي، المعمودية الكاهن بعد ما يعمد ابنكم بيختمه بختوم الروح القدس، بصير كل عضو من جسدك وجسدك وجسدي مش إلنا ولكن للمسيح. عشان هيك بيختمه بالميرون المقدس كل عضو من أعضائنا وبيحكي ختم الروح القدس أمين، ختم الروح القدس أمين. فكل عضو من الأعضاء بيسمح مسكن للروح القدس، مسكن لله. ما بيكون إلك، أنت مؤتمن على جسدك، أنت مؤتمن على جسدك أنك تخليه نقي وطاهر حتى يكون يتقدس، حتى يكون مسكن لله. وحتى لما ترقد ويتحلل وترجع جسدك للقيامة، يرجع جسدك المقدس. عشان هيك عندنا رفات القديسين. شوفوا القديس نكتاريوس، ليش نحن منكرم رفات القديسين؟ لأنه نؤمن بالقيامة. عشان هيك أبنائي في إلنا قيامة من بين الأموات في اليوم الأخير، لما نقف أمام المنبر الإلهي لكي ندان. نعمة وبركة المسيح أبنائي تكون معكم. بحبكم وبحب دائما أحكي لكم الأمور اللي بحس وبشعر في قلبي
إنها هي لصالحنا كلنا مع بعض، حتى نمشي بفكر واحد بقلب واحد مع بعضنا البعض نحو يسوعنا الحلو، نحو الملكوت السماوي ونحو خلاصنا. نعم نحن كلنا قصرنا ومنقصر، ما منخاف، إيد يسوع ممدودة، بس بده منا توبة حتى يقيمنا من فسادنا. العذراء تحميكم، القديس نكتاريوس يحميكم، اللي بشفاعته ربنا يعطينا كل نعمة وبركة. أبنائي، اليوم كمان هو اليوم 15 لعيد صاحب الغبطة، بطريرك المدينة المقدسة بجلوسه على عرش القديس يعقوب أخ الرب. القديس يعقوب أخ الرب كان أول أسقف على القدس، كان ابن يوسف الخطيب. عشان هيك يوسف كان له قبل ما يأخذ العذراء من الهيكل 4 أولاد و3 بنات. ابنه البكر كان يعقوب. يعقوب اللي استشهد سنة 63 في القدس هو كان أول أسقف على القدس بعد قيامة الرب وصعوده إلى السماء. هو أول أسقف لكنيستنا المقدسية، لبطريركيتنا المقدسية. قديش مصدر فخر واعتزاز إنه نحن كنيستنا هي كنيسة 2000 سنة اللي دم يسوع أسسها على الصليب، وبحلول الروح القدس آمن مؤمنينها بيوم العنصرة، ويعقوب أخ الرب كان أول رئيس أساقف إلها. صاحب الغبطة اليوم بيحتفل بعيد 15 لتبوؤه على كرسي يعقوب أخ الرب. من عايده من هون ومنطلب من ربنا إنه يعطيه الصحة والقوة حتى يقود كنيستنا لشط المسيح، لشط الملكوت، وربنا يعطيه الحكمة والبصيرة حتى إنه يقدر يعمل ما هو صالح لكنيسة بهاي الظروف الصعبة وصارح أبناء كنيستنا المقدسة. ربنا يحميه باسم الجميع من عايده، ومنحكي له كل سنة وهو سالم سنين مليئة بالثمار الروحية وعمل القداسة. أمين.